طيب معي على الهاتف. طيب هنرجع تاني لقضية الكورونا وللقوائم ونعرف بالظبط ازاي نقدر ان احنا ننقل من مركز لمركز، لكن معي على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير استاذ عماد الدين اديب. استاذ عماد مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك يا فندم. يعني النهارده بلينكن في اول زياره له الى المنطقه، يصل القاهره غدا، كان في تل ابيب ثم في رام الله. يعني هل تضع واشنطن ثقلها السياسي خلف القضيه نفسها ام فقط لتثبيت التهدئه ويعني فك نزع فتيل الازمه؟ نرجع إلى النقطة الأساسية في منهج إدارة بايدن. منهج إدارة بايدن هو ترتيب الملفات لديها هي الداخل قبل الخارج. الداخل الأمريكي الآن هو الأولوية الأولى في عام 2021. فيما يختص بالخارج في الملفات الخارجية، الملف الأول هو روسيا والصين، ويأتي بعدهما العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. نأتي فيما يختص بمنطقة الشرق الأوسط في خطر سلبي وفي عدو وفي صديق إيجابي. الخطر السلبي هو إيران، فيجري الآن في فيينا محاولة إعادة تأهيل إيران. وبالنسبة لإسرائيل، إسرائيل ليست مسألة سياسة خارجية بقدر ما هي مسألة داخلية لها علاقة بأن الحزب الديمقراطي كحزب تقليدي، اليهود اللي بيمثلوا 3.5% معظم صوتهم مع الحزب الديمقراطي طول عمرهم، هذا هو حزبهم. والإيباك اللي هي المنظمة الأمريكية الإسرائيلية اللي هي بتلقي بثقلها داخل الولايات المتحدة. فيما يختص بالحزب الديمقراطي الآن اللي فيه انقسامات بالذات في منطقة الشرق الأوسط، أو المشاكل اللي موجودة مع الحزب الجمهوري علشان الانتخابات النصفية اللي جاية للكونغرس في خلال 18 شهر. دي أولويات إدارة بايدن، لذلك هي حينما تتصرف مع المنطقة تتصرف بإيجاد الحلول السهلة التي لا تستثمر جهد كبير أو تعمل نوع من البيرنينج أو الإشعال للطاقة الأمريكية أو الانصراف للإدارة الأمريكية. هم بيطفئوا كل المشاكل الموجودة في المنطقة. ما حدث في غزة وإسرائيل في الفترة الأخيرة كان الهدف منه هو حماية أمن دولة إسرائيل. هذه هي القضية الجوهرية الأولى. لحد موضوع حي الشيخ الجراح كانت قضية لها علاقة بحقوق الإنسان ولا علاقة بالعدالة في العالم، وده اللي أثاره السناتور بيرني ساندرز اللي بيمثل التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي. أول ما ابتدت تنطلق صواريخ حماس تحول الموقف، ثم ساءت الصورة بعد عملية الاعتداءات على اليهود في عدة ولايات في أمريكا. الآن الموقف الأمريكي هو تثبيت وقف إطلاق النار. من يحلل ما جاء في المؤتمرات الصحفية لزيارة بلينكن في النهاردة في الصباح في الأول في إسرائيل مع نتنياهو، ثم بعد ذلك ما صدر عن المحادثات في رام الله، يتحدث في مفردات لم تستخدم. لم يستخدم مفردتي حل الدولتين، لم يتم الحديث عن كلمة تسوية شاملة. الذي يتم الحديث عنه هو إيقاف العنف، يتم الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار، يتم الحديث عن مساعدات إنسانية تصل إلى المواطنين المدنيين الفلسطينيين، ولا والبحث عن طريقة لا يتم الاستفادة منها من خلال حماس. وإعادة العلاقة مع السلطة ومع الشعب الفلسطيني مرة أخرى، إعادة بناء العلاقة. فتح العلاقات، لكن هذا كله من أجل ضبط الأمور وعدم انفجارها بشكل
يرغم الإدارة الأمريكية على الانشغال الذي لا تريده بالشرق الأوسط. يعني هي مش دي القضية. بينما الدول اللي عايشة في المنطقة زي مصر والأردن والإمارات، الدول اللي هي تستفيد أو تتضرر بشكل مباشر من الصراع العربي الإسرائيلي إذا حصل فيه تهدئة، أو تتضرر إذا حدث فيه اشتعال فكل الصراعات تتأثر به، مصر هي التي تقود هذا الأمر. لذلك مصر تفكر أولا نمرة واحد لما يكون في حريقة أن هي تطفئ النار، لكنها لا تقتصر دورها على دور الإطفائي الذي يطفئ النار فقط، ولكن دائما تحذر وتتحدث بمنظور أنه السبب الذي أدى إلى اشتعال عدة مرات الموقف ما بين حماس وإسرائيل على مدار السنوات، وتتدخل مصر عبر جهاز المخابرات المصرية لإطفاء هذه النيران حتى لا تشتعل أكثر من ذلك، هو البحث عن مصدر الشرر. البحث عن مصدر الشرر هو عدم وجود حل الدولتين وعدم التسوية. نحن أمام رجل اسمه بنيامين نتنياهو، سياسته تقوم على اللا تسوية، شرعيته تقوم على أنه الرجل الذي يرفض التوقيع، شرعيته تقوم على أنه الرجل الذي يعتمد على الحل الأمني والحل العسكري. بينما مصر ترى أنه وهي تقود هذا المعسكر أنه لابد من نزع فتيل الأزمة، ليس بإطفاء النار فقط ولكن بالبحث عن حلول. لذلك الحديث على أن هناك محاولة أن يكون هناك مفاوضات سلام تلعب فيها مصر الدور المركزي وتهيئ فيها القاهرة أو أي عواصم أخرى برعايتها من أجل ضمان أن هذا الموقف لا يشتعل مرة أخرى، هو موقف مدرك لحقيقة الأمر. أنه أمام إنقاذ لكارثة حدثت في بين غزة وإسرائيل، لكن أيضا هذا الموقف لا يمكن البناء عليه فقط على أنه وقف إطلاق نار ثم وقف إطلاق نار ثم وقف إطلاق نار، لا، هو وقف إطلاق نار بهدنة زمنية مثبتة تحت إشراف ورعاية مصر تكون طرف فيها مع الولايات المتحدة مع قوة دولية بشكل واضح يتم تثبيته وضمان عدم اشتعاله، لكن في النهاية لابد أن يؤدي ذلك إلى مفاوضات سلام شاملة. الكارثة اللي موجودة الآن أنه الطرف الحمساوي ليس من أنصار التسوية، والطرف اللي هو بيمثله بنيامين نتنياهو ليس من أنصار التسوية، والولايات المتحدة الأمريكية المفروض أن تكون راعية للسلام ليست مهتمة برعاية السلام، لكن دولة زي مصر ودولة زي الأردن هما يتضرران في حالة اشتعال المنطقة واشتعال الصراع، لذلك يتدخلان من أجل تأمين حل حقيقي ودائم. إذن هل يمكن لمصر والأردن أن تقود تحرك بمعزل من مش حماس، بمعزل من اهتمام الولايات المتحدة، ولا يعني احنا بنتكلم في انه هذه قضية منسية حتى تقرر الولايات المتحدة أولويتها؟ الإجابة على هذا السؤال تأتي في نتيجة هل هناك انتخابات داخل الأراضي الفلسطينية، نعم أم لا، وإذا تم تشكيل حكومة هل هتكون حكومة خالية من حماس أم تشارك فيها حماس، لأن ده بيشرح أين سيكون موقف حماس من التسوية المقبلة. يعني تدخل السلطة الفلسطينية بوضع فيه حماس أم حماس خارج اللعبة فتصبح لاعب مفسد لهذه المفاوضات، في نقطة. النقطة الثانية، الإجابة على السؤال الثاني، هو المفاوضات الثانية، قصدي الانتخابات الثانية، وهي هل يستطيع بيبي نتنياهو بعد 4 فشلات في تشكيل حكومة كلف بها من رئيس الجمهورية انه المرة دي يشكل حكومة يدخل بها الانتخابات، ام تحدث انتخابات خامسة يخسر فيها وتأتي مجموعة والله اعلم من ستكون هذه المجموعة التي تقرر تتفاوض او لا تتفاوض. فالمسائل ليست مبنية على ان طرفي الصراع كل واحد منهم عنده مشاكل داخلية مؤجلة غير محسومة، بينما مصر الطرف اللي هو عنده حدود مع دولتي إسرائيل وفلسطين المحتلة في أو غزة،
في الناحيتين يتضرر باشتعال الموقف. لذلك مصر من إحساس مصري، من إحساس قومي، من إحساس عروبي، تحاول أن هي تجد حلول في ظل ظروف صعبة وأطراف عندها مشاكل داخلية وطرف عالمي هو الطرف الأمريكي لا يرى الحل إلا إسرائيليا من منظور تأمين إسرائيل وفلسطينيين من باب المساعدات الإنسانية. لم تذكر كلمة حل الدولتين رغم أنه بايدن كان ذكرها. يدعو قبل الانتخابات ويردد دائما فكرة حل الدولتين. بس بايدن ذكر حل الدولتين في المؤتمر الصحفي عندما تحدث عن التهدئة وعن الهدنة. أيوة، لكن في نهاية الأمر هل بلينكن اللي هو رئيس الدبلوماسية الأمريكية حينما كان يقف اليوم ما بقولكيش من 10 سنين أو بكرة، اليوم بجانب بيبي نتنياهو في المؤتمر الصحفي المشترك ذكر كلمة تسوية، ذكر حل الدولتين، ذكر ضرورة بدء مفاوضات سلام، لم يذكر ذلك. طيب ماذا إذن يعني أنا سمعت، يعني أنا عارفة أن حضرتك عندك رأي أن هناك، أن الولايات المتحدة ترى أن هناك وكلاء لها في المنطقة، وأنه يعني إيران الآن، ما هو وضع إيران؟ ما هو وضع، يعني كيف الدور الإيران مهم جدا في هذه القصة لعلاقتي بحماس؟ سيدتي، عادة كانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، والصراعات الأخرى الإقليمية اللي موجودة في المنطقة يتم إطفائها. كنا دايما نقول إذا حلينا القضية الفلسطينية حلينا القضايا الفرعية والصراعات في المنطقة. الذي حدث والجريمة الكبرى التي ارتكبت من قبل الإدارة الأمريكية، وده إيران لعبت فيه دور مهم جدا، هو أن أصبحت القضية الفلسطينية جزء من الملف الإيراني الذي يتم مناقشته في فيينا. يعني إيران بقت القضية، والسلام مع إيران أو التفاهم مع إيران هو قضية من ضمن ملفاتها حماس، من ضمن ملفاتها الحوثيين، من ضمن ملفاتها حزب الله، من ضمن ملفاتها العراق وسوريا. يعني إحنا تم تقزيم القضية الفلسطينية وإدخالها من خلال الباب الإيراني، وهذا خطأ جوهري. القضية الفلسطينية هي قضية مركزية تجب أي قضايا أخرى، وأن الصراع الأمريكي الإيراني هذا صراع يمكن حله جانبيا لكن لا يجب ربطه بالقضية الفلسطينية. بلينكن يصل إلى القاهرة غدا في أول زيارة له للقاهرة، وكانت هناك كان هناك اتصالين بين الرئيس السيسي ورئيس بايدن على مدى يعني فرق بينهم 4 أيام، رغم أن هذه الاتصالات تأخرت يعني من يناير، احنا بنتكلم ان احنا في مايو. كيف قرأت هذه الاتصالات خاصة الاتصال الأخير الذي جرى بالأمس؟ هذا الاتصال او الاتصالين دول بيعكسوا صحة موقف الرئيس السيسي وخطأ التقدير الامريكي المسبق اللي كان في الحملة الانتخابية لبايدن. بايدن كان يراهن على انه يريد ان يخلق تحالفات مختلفة في المنطقة، وانه يرى ان الدور المصري والدور السعودي والاسباب داخلية ولوجهات نظر وبسبب العلاقات المتميزة كانت للقاهرة والرياض مع إدارة ترامب، كل هذه كانت عوامل إلى أنهم كانوا يحاولون أن يقللوا من شأن الدورين المصري والسعودي. مع الأحداث ومع المنحنى التعلم أثبتت التجربة أنه لا يمكن التخلي عن أدوار بعض الدول وعلى رأسها مصر، وثبت من إدارة الرئيس السيسي، هنا بقى حسن إدارة الرئيس السيسي، أنه منذ يناير حتى الآن لم يتحدث بشكل سلبي، حتى لما كان أكبر مشاكله موجودة مع تركيا أو قطر لم يدخل بشكل سلبي، كان عنده ما يسمى بالصبر الاستراتيجي وقدرة الرهان على صورة المستقبل، وأنه دعني أتعامل مع هذا الملف بهدوء وبحكمة، وأنه الأيام سوف تثبت أن مصر دورها مركزي، وأن سياسة الإدارة المصرية الحالية هي إدارة حكيمة لا يمكن الاستغناء عنها، ليس فقط لأنه لا يمكن الاستغناء عنها ولكنها تبتغي بشكل إيجابي إيجاد حلول وليس إثارة مشاكل. في دول تعيش على المشاغبة وإثارة المشاكل، وفي دول problem solver تحل المشاكل. ثبت بطريقة إدارة مصر في ليبيا مثلا أن هي
لم تدخل في فكرة المصادمات لكنها كانت عاقلة بشكل كبير. الصبر الاستراتيجي مع أثيوبيا يثبت الحكمة حتى الآن في طريقة التعامل مع أثيوبيا، وإن فشلت فكرة الدبلوماسية فهناك دائما حلول أخرى. فيما يختص بحماس، كان الدور المصري هو الطرف الذي يتميز بعلاقات جيدة مع طرفين، الطرف الإسرائيلي والطرف الفلسطيني، وبالذات مع الطرف الحمساوي، رغم كل التاريخ الأسود لحماس معانا في سيناء وفي أحداث يناير وكل هذا الأمر، لكن مصر تفكر من أين تكون المصلحة العليا للبلاد والعباد، فلذلك تعاملت مع حماس بحكمة شديدة جدا، واستطاعت إن هي تثبت بجدارة إن هي وسيط أو طرف مقنع وقادر بمهارة أن يدير هدنة، ويستطيع أن هو يثبت وقف إطلاق نار، ويستطيع أن ينقذ الشعب الفلسطيني من كارثة كان يمكن أن تفتك به. لاحظي أنه هذه المرة في 2014 قعدت العمليات العسكرية 50 يوم، هذه المرة قعدت 10 أيام، واستطاعت مصر من ثالث يوم بتدخل مباشر أن هي تنقذ عمليات عسكرية كانت متسعة بشكل كبير جدا من خلال وفدين أمنيين اشتغلت على مستويين ونجحت في هذا الموضوع. من هنا نفهم أن مصر الآن في مكانتها فيما يختص كلاعب في المنطقة، هي تقول الكلمة في ليبيا، تقول الكلمة فيما يختص ب في حماس والوضع في غزة ومع إسرائيل، وتقول الكلمة، وهذا ستثبته الأيام في موضوع سد النهضة. ده يخليني انتقل لسد النهضة، وحضرتك تحدثت عن الصبر الاستراتيجي. النهاردة السودان تقول انها ان اثيوبيا قد بدأت بالفعل الملء الثاني للسد. الصبر الاستراتيجي ده اخره ايه؟ الناس بتسال، وحضرتك بتقول انها ستثبت الايام انه يعني هذا للصالح، يعني كل الناس عماله تقول طيب وبعدين ماذا تتوقع؟ انت تتحدثين عن قياده سياسيه للرئيس السيسي، لرجل عسكري عاش معظم حياته في الحياه العسكريه ودارس في كلية أركان الحرب الأمريكية ويفهم في الاستراتيجية بشكل يعني متميز. آخر قرار يأخذه الرجل العسكري أو ذو الخلفية العسكرية هو اللجوء إلى الحرب أو الأعمال العسكرية. إمتى يتخذ هذا القرار؟ حينما يدرك أنه قد تم بما لا يدع مجالا للشك استنفاذ كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية، لأنه الحرب لا يدرك خطورتها أو ثمنها إلا من خاضها أو من يعرف كلفتها بسبب خبرته العسكرية. صحيح. يجب أن احنا نثق في قيادة هذا الرجل من خلال، ليس فقط من ناحية عاطفية، ولكن من خلال سجله في إدارة الأزمات، من أول إدارة أزمة الصراع مع الإخوان ل 30 يونيو إلى ما حدث بعد ذلك، كل هذا السجل لحد يومنا هذا يثبت أن الرجل حينما يتخذ قرار يكون قد درسه بشكل جيد ويعرف بالضبط حساباته الدقيقة. إحنا فيما يختص بسد النهضة، إذا وصلنا إلى المربع صفر وإذا أصبح السيف على الرقبة وأصبح واضحا أنه لا مجال إلا أن يكون في رد، تأكدي أن إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تقوم بهذا الرد المناسب بالشكل وفي المكان وبالطريقة وبالقوة وبالتأثير اللازمين. ما هو إحنا ما بنتكلمش عن حد بشكل عاطفي، ولكن بنتكلم من خلال سجله في إدارة الأزمات. آخر أزمة كنا لسه بنتكلم فيها لسه من عدة أيام، وهي أزمة غزة، وكيف أدارها؟ قبليها كان أزمة ليبيا. قبليها وكيف يدير العلاقات مع قطر؟ كيف يدير العلاقات الآن مع تركيا؟ كل الأمور، كيف أدار الموضوع فيما يختص بمياه شرق البحر المتوسط؟ ده غير بقى كل قضايا الداخل. ففي نهاية الأمر حينما تتعاملين مع
لاعب استراتيجي مؤثر ورئيسي مثل مصر بقيادة الرئيس السيسي، تقدري أن تدركي نحن في يد أمينة. أنا كل اللي بطلبه من الرأي العام عدم الضغط على القيادة السياسية بأن لابد أن يكون هناك رد فعل. صح. لا، هو سيتم اتخاذ عشان ما يبقاش قرار شعبوي. أهم شيء أن يتخذ الرئيس أو تتخذ القيادة أو تتخذ القيادة العسكرية في مصر أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراره فيما يراه، سواء بالدبلوماسية أو بأعمال نوعية أو بأي شكل من الأشكال، حينما يرى أن ذلك هو الحل المناسب والأفضل. نعم. والأسلم لمصالح مصر العليا. نعم. لكن احنا مش عايزين نعمل قرار. فاكرة الجلسة اللي قالوا ان هي متذاعة الهواء لما كان فيها الاخوان وبتاع، وقال لك طب احنا نطلع يلا نطلع بالطيارات ونضرب. ايوه يعني ده كل ده تفكير كرتون، يعني كرتون. صحيح. مسلسلات مش بلاي ستيشن اصلا. يعني المساله لا يجب ان يتم التفكير فيها بهذا الشكل. فبالتالي يجب ان احنا نقول انه مياه النيل مساله حياه او موت، خط احمر تدركه القياده السياسيه، ندركه كلنا كشعب، كلنا حريصين عليه. ولاحظي نقطة مهمة جدا، إن مياه النيل عادة عشان لما تقومي بإجراء عسكري أو بأي إجراء فيه كلفة على البلاد والعباد بتحتاج إنك تسوقي له سياسيا. في موضوع مياه النيل أنت مش محتاجة تسوقي سياسيا، لأن مفيش مواطن مصري يختلف إنه مياه النيل نفتديها بأرواحها. طب أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبتفق معك جدا في هذه النقطة الأخيرة طبعا أستاذ عماد الدين أديب، أنه هذا قرار مهم، ولكن قرار تأخذه القيادة يجب أن نثق فيها، لأنه دي حرب، ده مش بلاي ستيشن، احنا مش رايحين نلعب بلاي ستيشن او كرتون، احنا دي معركة، وبالتالي يعني نترك ذلك للقيادة. اذا ارتأت القيادة ان هذا ضروري نحن نثق فيها، اذا ارتأت ان هناك سبل اخرى قبل ذلك فبرضو نحن نثق فيها، وفعلا السجل السابق واضح. بشكرك أستاذ عماد. ووزير خارجية البريطاني أيضا في إسرائيل، وله تصريحات أنه لابد من إنهاء دائرة العنف والتوصل لسلام دائم. إحنا بنتكلم على سلام دائم، ده على لسان بريطانيا. ماكرون منذ قليل أيضا قال أنه على استعداد، فرنسا على استعداد للتوصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل لسلام دائم. يبقى أوروبا لها موقف، وإحنا منتظرين الرباعية، جهد الرباعية. طبعا أوروبا لها موقف، أمريكا موقفها متراجع كما قال الأستاذ عماد منذ قليل في أولويات هذه القضية. المنطقة تريد التوصل لسلام دائم. خلونا نشوف ماذا سيحدث.